يوم مضى على بدء معركة استعادة صروح. هدف المعركة على ما يبدو إنهاء أي وجود لميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح المتمردة التي تتمركز في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب. المعركة منذ انطلاقتها بدأت شاملة وقوية، واستخدمت فيها مختلف صنوف الأسلحة، وسط أنباء عن مشاركة 7 تشكيلات من الجيش والمقاومة، يتقدمهم قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن عبد الرب الشدادي. استشهاد أحد الجنود الإماراتيين وإصابة آخر أعطى المعركة بعدا حاسما في أهدافها ونتائجها المستقبلية التي يراها مراقبون جزءا من مهمة تعزيز أمن مأرب وتأمين عمق كاف لحماية المقر الرئيسي للتحالف، وخطوة مهمة باتجاه الحسم النهائي للمعركة مع المتمردين. إنجازات اليوم الأول من المعركة تمثلت في استعادة مواقع مهمة تطل على مركز مديرية صرواح التي تشكل أحد الأهداف الرئيسية للعمل العسكرية، والحصيلة عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الإنقلابية، وارتقاء نحو 10 من أبطال الجيش والمقاومة، وإصابة آخرين. وتم السيطرة على عدة مواقع في جبهة صرواح، وإن شاء الله تنتهي جبهة صرواح بإذن الله، ونحن ثابتون والمعنويات مرتفعة لدى الجميع، أفراد وصف وضباط الجيش الوطني. لعبت الطبيعة الجغرافية القاسية لصرواح دورا حاسما في توجيه مسار المعارك بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة، وبين ميليشيا المخلوع صالح والحوثي من جهة أخرى، لكن هؤلاء الرجال من أبطال الجيش الوطني والمقاومة عازمون على التقدم واستعادة المبادرة. يقف مقاتلو الجيش والمقاومة على مرمى حجر من تحقيق أهدافهم في وقت تأخذ فيه المعركة شكل المواجهة المصيرية. هذا على الأقل ما يؤكده الحجم الهائل من القوة النارية التي يستخدمها الطرفان على خطوط المواجهات.